اه معلش انا كاتب ان تشافي لا يملك جراءه، وهفهمك موضوع لا يملك جراءه ده ليه. لان احنا لا مؤاخذه طالعين من دوري ابطال اوروبا بعد ما خسرنا من بايرن ميونخ 3-0، ورايحين نلعب في الاوروبا ليج لاول مره من 20 سنه، فمستنيين نشوف رد فعل، مستنيين نشوف رياكشن. الرياكشن مش بالنسبه لي انك تقعد سيرجيو ديست على الدكه وانك تقعد من جويزا على الدكه، لا لا، الرياكشن بالنسبه لي انك تخش على مراكز القوه في الفريق. بيكيه وبوسكيتس، استمرار بيكيه وبوسكيتس في معاك في الملعب باي تشكيل انت بتلعب بيه هو تهريج، لان النهارده ال 3 3 3 1 بتاعتك دي مش مجديه طول ما انت عاطي ادوار لفرانك دي يونج مش بيعرف يعملها. فرانك دي يونج مش بيعرف يعمل ادوار هجوميه، فرانك دي يونج مكانه مكان بوسكيتس، رجع فرانك دي يونج مركز 6 واتفرج عليه، اطلب منه الادوار اللي بيعرف يأديها كفرانك دي يونج، انما انت لسه مصمم ان فرانك دي يونج يقدر يعمل ادوار هجوميه ازاي؟ يا معلم من الهبده دي فاقت الهبده بتاع سيرجينو ديستا هاف والهبده بتاع جافي هاف. يا معلم انت يوم ما بديت صح النهارده وحطيت عثمان ديمبيلي على طرف والزازولي على طرف بدأنا نشوف ان الفرقه خطيره في الاطراف. هتقول لي ما هو ممكن يكون حاطط فرانكي ديونج علشان خاطر ينزل يغطي مع سيرجيو بوسكيتس عشان بوسكيتس عنده ضعف. طب بوسكيتس عنده ضعف ما تلعبوش، بوسكيتس بيستمر معاك انت 90 دقيقه، اخر ايام كومان ما كانش بوسكيتس بيكمل 90 دقيقه. انت جاي تجامل اصدقائك وجاي تجامل الناس اللي انت لعبت معاهم، يا راجل انت طالع من دوري ابطال اوروبا، المفروض انك بالنسبه لك في كريدت تعمل كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه حرفيا. رجوع سامويل امتيتي افضل حاجه انت عملتها النهارده، طبعا مع استمرارك على الزازولي، مع اني واثق ان الزازولي كده كده كان تم التعاقد معاه قبل انت ما تيجي، بس الامانه انت اللي بتديله ادوار اساسيه معاك، وانت اللي بتديله ادوار في بدايه المباراه، ودي حاجه بحترمها منك جدا، والولد مميز جدا، حطيته ناحيه الشمال، حطيته ناحيه اليمين، الولد شغال معاك الله ينور، والولد محتاج فرصه ومحتاج وقت ومحتاج النتائج تساعده هو والفريق، علشان بجد عبد الصمد الزلزولي لعيب مهم جدا، ولعيب كرييتيف يا اخي، يعني لعيب بيعرف يعدي واحد على واحد، لعيب بيحاول يشوط على الجون، لعيب مش كل ميزته في الملعب ان هو بياخد الكره من هنا يوديها هنا، لعيب مش معلوش كلام اعلامي كتير زي بدري وجافي، وتدور على اهداف بدري وجافي ما تلاقيش الاهداف بتاعتهم كتير. طب يا جماعه معدل خلق الفرص، معدل خلق الفرص بتاعهم قليل، دريكو جونزاليس يا راجل سجل النهارده وجافي لسه ما سجلش. يعني في حاجات كده بتبقى عايز تفهمها، يعني بتبقى عايز تفهم اللعيب ده ليه بيتم السبوت عليه ده كده، والسبب الرئيسي ان اللعيب ده محطوط عليه اهتمام كده ما تلاقيش، تلاقي ان في صحافه بتحب تنجم لك لعيب. ولد كويس، هرجع اقول لك كويس جدا جدا، بس مش محتاج كل الشغل اللي انت عم نقوله ده. الولد بسم الله ما شاء الله انت وديته لدرجه احسن لاعب شاب في العالم ولسه ما عملش اي حاجه، ففي حاجات كده محتاج تفهمها ومحتاج تعرفها. خط دفاع برشلونه سيء، طبعا خط دفاع برشلونه سيء. انت عارف النهارده لو كان حط ايريك جارسيا، برغم ان انا بعتمد ان ايريك جارسيا من مدافعين المالط، بس ايريك جارسيا ووجود امتيتي ووجود كمان لعيب زي اروخو، ونزلت اروخو في القلب وحطيت جارسيا على طرف وامتيتي على طرف، والله يمكن كانت مشيت وكنت احترمتك، وموضوع بوسكيتس ده كنت احترمتك جدا، بس انت كملت برضه بوسكيتس وكملت بكي، بسم الله ما شاء الله منظرك في الملعب سيء. اه لوك دي يونج، لا احنا كده كده عارفين ان احنا ما عندناش فيرود، لوك دي يونج مش فيرود، لوك دي يونج انت جايبه علشان خاطر انت ما عندكش بادجت اساسا وجايب لوك دي يونج فري، يعني هو ده المهاجم اللي انت عرفت تتخلص معاه كمجاني، انت مش شاري لوك دي يونج، انت مش شاري لوك دي يونج، انت جايب لوك دي يونج فري. فانت فكره ان انا والله انا محتاج مهاجم كويس، ادفع معاك فلوس تدفع، احنا جبنا كل الصفقات فري، لو معانا فلوس هات لي هالاند يا معلم، هات لي احسن مهاجم في العالم، هات لي ليفاندوفسكي، بس هل انت معاك فلوس؟ معكش فلوس. يبقى لما اقول لك دوك ديونج ما عندكش مهاجم، ما عندكش مهاجم عشان دي امكانياتك الماليه اللي ودتك لنوك ديونج. وبعدين في حته بس قبل ما اقفل البتاع دي، طول عمرنا اتضحك علينا واتقالنا ان اللعيبه في الكرات الثابته بترجع وفي واحد بيقف هنا على دايره السنتر عشان ام الكره لما تترد تاني ما تتشطش وتخش. الحاجه دي كانت بتقال لنا بدائيات في الكوره، بس سبحان الله يا اخي الاقي الزازولي وفليب كوتينيو ضاغطين ومفيش اي واحد واقف في القلب، كلهم داخلين منطقه الجزاء، مفيش حد طالع واقف في القلب بره، والكوره بتشاط وبتخش في اخر دقايق. ده ايه النجاسه؟ اه الكوره بتاع عبد الصمد الزازولي بتاع الهدف الثاني ممكن تتحسب ضربه جزاء على بوسكيتس، ويمكن ربنا ما باركلناش عشان كده، يعني شوف بوسكيتس يا اخي لا منه ولا كفايه شر، وفي الاخر بيتسبب في ضربات جزاء عليك، اللي هو يعني حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل في المشاريع اللي كلها قايمه على ام العنصريه دي. بس هنعمل ايه؟ هذا ما جناه علينا ميسي وبيب جوارديولا. نعم هنعمل جمهور ارسنال شكلنا نقعد يقول يا تيري هنري وفينجر هم كانوا سبب ان انا اشجع ارسنال. لا مش هنقول بيب وميسي وتشافي وانيستا، لا احنا مكملين معاكم يا باشا، افضلوا عكوا وافضلوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، بس امانه عليكم النبي يعني مستر تشافي
كل تطبيل اللي بتاخده ده على عيني وعلى راسي وعادي، ما عنديش فيها مشكله، بس ما تجودش وحاول تعمل الصح. حاول تنسي، ما تنسى موضوع ان الناس دي كانت اصحابك في يوم من الايام ولعبت معاهم. حاول تشتغل كمدير فني، والا زيك هيبقى زي اللي سبقوك، هتبقى زيك زي كومان، وهتبقى زيك زي كيكي، وزيك زي بالفيردي، وكلكم هتروحوا في الاخر للمزبله. وانا بصراحه ما اتمنالكش كتشافي انك تروح للمزبله دي بصراحه معاهم. وان شاء الله باذن الله القادم افضل، القادم افضل، واحنا متحملين اي حاجه ممكن تحصل. والحمد لله بيكي خد انذار النهارده ومش هيلعب ماتش اليتشي، فلما نشوف الدنيا بالنسبه لبرشلونه من غير بيكي هنعمل ايه، وبعد كده نقول يلا بقى طاير بيسكس وبيكي مع بعض. ولما طاير بيسكس وبيكي كلنا نبعدين هنا وبنشاهد اللحظه التاريخيه في هذه القناه. انت وجدت معنا وانا عملت لايك او سبسكرايب، وبنحب دايما نقول ان سمر الزازولي هو فعلا افضل حاجه حصلت النهارده، وافضل حاجه تتقدم في برشلونه هو ونيكو وجافي، رغم اختلافاتنا مع الناس اللي بتطبل جافي. واتمنى اشوف الياس، واتمنى كمان يرجع لنا بدري عشان يبقى تتبيل الشباب على عينه وعلى ابوه.